في تونس نفذ العديد من المعلمين المتعاقدين تحركات احتجاجيه في الاونه الاخيره امام مديريات التربيه والتعليم ومراكز المحافظات احتجاجا على ما وصفوه بتنكر وزاره التربيه لاتفاقاتها السابقه معهم. دعا المتظاهرون الوزاره الى التراجع عن العقود الجديده التي طرحتها والتي يعتبرونها مهينه في حقهم مؤكدين تمسكهم بمطالب التعيين الدائم. وتعاني الكثير من المدارس التونسية من تعطل الدراسة فيها بسبب تخلف المعلمين عن مقاعد التدريس بظل الخلاف القائم مع الوزارة أمام أبواب المدارس بات المشهد متشابها انضم أولياء الأمور إلى الطلبة يقصدون المدارس يوميا للمطالبة بحق أبنائهم في تلقي التعليم والذي بات مهددا في ظل غياب المعلمين محمد يضطر إلى الانتظار فترة طويلة أمام المدرسة للتأكد من دخول ابنه إلى صفه المدرسي وتوفر معلم لتدريسه أو إعادته معه الولي ولا الولية هي اللي تجيب الابن متاحة إذا كان هي باش تقعد كل مرة تقعد سنة ساعة ساعتين وما يقراش ما تنجمش حتى تنظم أنت وقتك في في بيتك ما تنجمش تنظم وقتك في في, في الخدمة متاعك دونك هذه تخلق برشا مشاكل لعائلة الكل أزمة بأبعاد ثلاثية يقول كل طرف فيها إنه المتضرر الأكبر. هنا يقف أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدون مع الوزارة محتجين أمام مراكز المحافظات. يقولون إن الوزارة تنكرت لتعهداتها السابقة وأنهم لن يعودوا إلى العمل من دون الوفاء بها. ويرفضون عقودا جديدة قدمتها الوزارة ويطالبون بالتعيين الدائم. ديما يقولوا للأولياء والتلاميذ ضحية في الشيء هذا، أنا نقول للتلميذ ضحية درجة أولى نجم يكون، وإحنا كمدرسين ومربين في درجة ثانية، في بلاصة ما نتناقشوا شكون الضحية وشكون السبب فيه، لوجع السبب الرئيسي هو جلادنا شكون، وزارة الطلبة معناتها وصلتنا لهذا الشيء هذا الكل. وزارة التربية بدورها تقول بأن ما يحدث ينذر بخسارة الطلبة عامهم الدراسي وتطالب المعلمين بالعودة إلى مدارسهم. ضمن العقود الجديدة التي قدمتها والا ستعدهم مستنكفين وضع يفتح باب الخلاف بين الطرفين على مزيد من التصعيد يقول المعلمون إذن إنهم لا يستطيعون الاستمرار بهذا الواقع التعليمي الهش وتقول الوزارة إنه من الصعب الاستجابة لمطالبهم حاليا وبين الموقفين يتواصل انقطاع آلاف الطلبة عن مقاعد الدراسة في أزمة تبدو مزمنة لقطاع تراهن عليه العائلة التونسية كثيرا علي الجاسمي العربي تونس. ومعنا من تونس العاصمه عبد الحفيظ الحجلاوي المنسق العام بالمعلمين النواب في تونس. سيد عبد الحفيظ صباح الخير ومرحبا بك معنا في صباح جديد. بدايه ماذا نعني بالمعلمين النواب؟ يعني دعنا نتعرف على الوضع القانوني لدى المعلمين، يعني معلمين متعاقدين الوزاره تعاقدت معهم على شراء خدمات أما ما هي الصيغه القانونيه بالضبط؟ صباح الخير آه، مرحبا بكم مزيد من التألق آه، لقناتكم العربي شكرا جزيلا آه، أولا آه، أولا نريد أن نوضح ما معنى التعاقد في الجمهورية التونسية. آه، إحنا أساتذة أصحاب إجازات وأصحاب أستاذية وأصحاب ماجستير وأصحاب دكتوراه. من أعتى الجامعات التونسية. <applause> يقع معناها يقع مناداتنا لسد شغورات يعني هنالك نقص في الاطار التربوي في المدارس العموميه يقع مناداتنا لاستغلالنا طيله معناها سته او سبع سنوات بعقود هشه وباجر يكاد يقول معناها زهيد جدا دون تغطيه صحيه بعد هذه السته سنوات او سبع سنوات وقع اتفاق بين الطرف الاجتماعي واللي هي النقابة الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل وبين وزارة التربية يقع اتفاق بينهما بانتداب هذه الفئة التي استغلتها وزارة التربية طيلة ست سنوات بعقود هشة طيب. سيد. سيد عبد الحكيم أستوقفك في هذه النقطة تقول انه يتم استغلالكم برواتب زهيده وايضا بعمل مبدئيا هو ليس مضمون لكن ما مصلحه وزاره التربيه بالتحديد هذه في المقدمه والحكومه التونسيه من فعل ذلك اذا كنت تقول بان قطاع التربيه في تونس يحتاج للالاف من المدرسين في هذه المرحله. هذه هي سياسه التشغيل الهش هي سياسه ضرب المدرسه العموميه في العمق. هذه هي سياسة التشغيل من المفروض يقع معناها انتدابنا دون عقود من المفروض يقع انتدابنا بصفتنا الأصلية هي صفة أستاذ تعليم ابتدائي متربص لأنه في النهاية نحن أصحاب شهائد عليا لكن هذه السياسة هي تنتهجها وزارة التربية لضرب المؤسسات العمومية ولاعلاء شأن المؤسسات الخاصة بينما الصحة والتعليم هو مكسب حقيقي في البلاد التونسية لأن الصحة والتعليم هو يعتبر العمود الفقري للبلاد التونسية وهو يعتبر أمن قوي من المفروض هذه العقود لا تكون بهذه الصيغة من المفروض يقع وهذا هو مربط الفرس وهذه هو الإشكال الحقيقي وقع اتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية بعد ستة بعد ست سنوات أو سبع سنوات معناها شغل وقالت وقالت الجامعة العامة للتعليم الاساسي بأن هذه الفئه قد وقع استغلالها، استغلالاً معناها مقيتاً بطريقة عقود هشه، من المفروض أنه يقع انتدابها. وقع اتفاق وقع, وقع اتفاق بين الجامعه العامه للتعليم الاساسي ووزاره التربيه، اتفاق اتفاقيه 8 8 ماي 2018. هذا الاتفاق ينص على انتدابنا على ثلاثه دفعات. وقعت بلوره هذا الاتفاق و وقع وهذا الاتفاق في الرائد الرسمي اتفاقيه 800 2018 ينص هذا الاتفاق على انتدابنا على ثلاثه دفعات وقع تقسيم المعلمين المتعاقدين الذين اشتغلوا طيله من 2006 الى 2018 وقع تقسيمهم على ثلاثه دفعات. الدفعه الاولى في سبتمبر 2020 بنسبه 40% ووقع ادماجها معناها وقع تسويت وضعيتهم. الدفعه الثانيه في سبتمبر 2021 بنسبه أربعين 40% ايضا وقع تسويت وضعيتهم في معناها في معناها في نفس يعني اذا هناك تسويات على ما يبدو يجري و... لكن هو فعل... التوقيت ربما الذي اثار هذا الموضوع توقيت هذه الاحتجاجات لاننا يعني بدا العام الدراسي وهو صندوق عمليا ومهم جدا لازم. ربما اخذ بعين الاعتبار الا يحرم الاطفال من من التعليم على كل حال موضوع ربما نبحث فيه في حلقه كامله يحتاج للبحث شكرا جزيلا لك من العاصمه تونس عبد الحفيظ الحجلاوي المعلق العام المعلمين النواب في تونس